حكم إطلاق الرجل لحيته من أجل الموضة؟ يعني هو الأصل الإنسان الأعمال بالنيات، إذا أطلق لحيته تدينا وطاعة لله ورسوله فهذا مأجور، وإذا أطلق لحيته فقط لأن الناس تحب اللحية مثل لحية أبو جهل، أبو جهل ملتحي لكن ما أطلقها لله سبحانه وتعالى، وإنما عادات التقاليد ما شكلها العالم الرجال كلها لحى، فهذا يلتحي لأن هذه الموضة لا يؤجر على هذا قطعاً.